الثابت والأكيد هو كونه الملاحقة الأمنية اللي سمعناها وقد تكلمت عليها برشا عباد ماهيش موجودة. خلطوا علينا بالمطرك، خلطوا علينا بالكريموجين، كي نجري وصل للواد طف قالوا راني ما نعرفش نعوم، راني ما نعرفش نعوم كي مربوط خايف، ما يضربوش بالمطرك، جاب بجامته معناه قدم له بجامته وضربه بالمطرك. خاطرك تشوف واحد يضرب عبد عطي بالضرب مطرك على راسه ما نظنش يدافع على ممتلكات عمومية. ويسبك ويضربك ويسب لك امك ويعايفك في استاد تيح تقوم يضربك. 7-8 بوليسية بالمشتة الكل قطعوني يعني بالمشتة. انا نحب نسأل نهار انا هو نهار استعمل فيه الامن العنف بدون مبرر